دكتور إياد أبو شخرة، المدير الطبي في مشفى الأمل في دار تعزين. طبعا مشفى الأمل هو أحد المشافي الموجودة في ريف حلب الغربي، منطقة دار تعزي. مشفانا يضم العديد من الاختصاصات، الجراحة البولية والجراحة العظمية والجراحة العامة، إضافة إلى الداخلية والجراحة العصبية سابقا والأذنية. طبعا كنا نجري العديد من العمليات النوعية لا يمكن أنه تتواجد في المنطقة بريف حلب الغربي، أمثال تصنيع الإحليل أو مشاكل الإحليل أو رضوض الإحليل، هي كان يجريها الدكتور الجراحة البولية. توقفت هذه العمليات بسبب توقف الدعم منذ 4 شهور عن المشفى ومخاطبة العديد من الجهات وعدم الاستجابة نهائيا. طبعا إضافة إلى العمليات الإسعافية كان يجريها الدكتور الجراحة العامة والجراحة العظمية. المشفى أنشئ ببداية 2013، طبعا أنشئ بدون أي جهة داعمة، أنشئ من تبرعات للعديد من الأشخاص، أنشئ على جهود العديد من العاملين الذين اشتغلوا لشهور طويلة بدون أدنى مرتب أو أدنى أجر بسيط. Now we are in the operation room and we are with the surgeon assistant Muhammad Hajunis. He is going to speak about the situation in this hospital in general and about the operations in the operation room. بتقدر تحكي لنا عن العمليات بشكل عام، العمليات اللي بتجروها في هذا المشفى واهميتها لاهل المنطقه بشكل عام؟ نحن عندنا عده اختصاصات، في جراحه بوليه، جراحه عظميه وجراحه عامه، وسابقا كمان كان في جراحه فكيه، بس بسبب قله الدعم صار يعني عندنا نقص في بالعده والادوات وبالمستهلكات، وحتى عدم يعني وجود الرواتب، في اطباء ما يعني ما كانت تلتزم. حاليا هلا اشتغلنا نحن عمليه عظميه، كان كسر عضد غير مندمل بدلناها بصفيحه، الحمد لله لسه في شويه امكانيات، يعني قدر الامكان عم نحسن نشتغل فيها. هلا عنا هون بالمشفى حاليا بجميع الاختصاصات، كان اطفال او قلبيه او بوليه او اذنيه، كل شيء الحمد لله كافي، بس بسبب هالوضع هلا لانه تازم انه حاليا انه توقف كل شيء. يعني هل توقف الدعم كان يعني سبب في توقف كثير من العمليات؟ اي. طيب هذا ايش ممكن يكون اثره على اهل المنطقه بشكل عام؟ بشكل عام له اثر كبير. هلا بحالي نحن اكثر الاوقات بتصير عندنا اصابات حربيه، بحاجه دكتور عظمي يكون موجود ودكتور جراحه عامه حتى، وحتى يكون كادر اطول متواجد 24 ساعه، يعني كثير نحن بنخدم والله بس في فقط بس بدون محمد.